هذا ميساج دوك الشناقه ودوك النصابه اللي كينصبوا على عباد الله في تركيا. هنا كيجي واحد مسكين باش يحرق، ربي اللي عالم به، هو اصلا مالو؟ لا جاي حرق كاع، طلع على الدنيا في راسه. مين جاب دوك الفلوس؟ منين سلف مع دبار مبيع الذهب ولا شد في الامانه؟ بيع موتور ولا بيع طوموبيل ولا بيع حقه في الورد؟ سامح بلاده، سامح والديه، سامح في عائلته. كيجي عندك انت هنا لتركيا ولا كيجي اي قد في العالم كيثق فيك، كتبقى تحلف ليه بالله وبالقران وكيعطيك رزقه، كيعطيك رزقه على اساس انت غادي تديه او توصله. كتوعدو بشي حاجه ما كايناش، كتجمع الحصيصه ديال بزاف ديال البشر وكتهرب لغينيا ولا ايثيوبيا. فين غتهرب؟ فين ربي؟ زعما ما كاينش في الصومال، ما كاينش في المريخ، ما عندك فين غتهرب؟ راه خرتها موت، راه غدا الا ديتي جوج دريال راه غتخلصها بمية دريال. ودعوه المظلوم ما عمرها ما كبر، فاياك واكل مال اليتيم ودعوه المظلوم. كون راجل حاجه مثل.